خروج الأسير علاء صالح من سجون الاحتلال وشاب لحة الحرية بإذن الله تعالى. نصور لكم هذه المناظر الجميلة من خيم الجلزون ونجم هذه المشاهد. Thank you.
مرقبتين الأسرى المقربين أهلا وسهلا ومرقبتين انتونا شام فلسطين ودرب العزيز اسلام يا علاق العزازين كل أحباب تجمعوا يوم بنفرح بالتحرير وبكرة الأقصى الرجيعون يا أحرار زينكم ديري والدار أسرانا يا أحرار زينكم ديري والدار بعمالا بالزمن وطار قب الوطن مروى يا علاق العزازين كل أحباب تجمعوا يوم نفرح بالتحرير وبكرة الأقصى الرجيعون يا يوم ما هينا جينا جنت الخوف ينادينا يا يوم ما هينا
ألف الحمد لله على سلامتك بهذه المناسبة السعيدة، خروجك من سجون الاحتلال الإسرائيلي بالسلامة. شو شعورك أول ما شفت والدك ووالدك عند خروجك من السجن؟ لا ينسى بالمرة، إن شاء الله أقبل كل أسرار أحس هذا الشعور. بتمنى لكل الشباب اللي جوا يفكوا أسرار، أحس بالشعور اللي أنا حسيته تجاه أهل تجاه جميع أولاد الخيم، والخيم طبعا ناقص في الشباب والجميع. رب الله يفك أسرار الناس المرضى والمدربين عن الطعام والنساء والأطفال، ومدعي أن أمر إن شاء الله تصير الصفقة هي وروح كلها الشباب. يعني باعتقادك في صفقة إن شاء الله جاهزة؟ إن شاء الله أكيد 100% إن شاء الله. طيب شو رسالتك أخيرا، شو رسالتك للأسرى المجددين داخل السجون اللي عانوا كثير سنوات طويلة تحت ظل نير هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ شو رسالتك؟ بقولهم اصبروا كابروا إن شاء الله يا ربي مع الفرج هذا تطلعوا الفرج تطلعوا أهليكم ولادكم تطلعوا برا إن شاء الله يا ربي الله يطلعكم الحريق والجميع إن شاء الله رب العالمين. ألف حتى على سلامتك أخوي على أليس هذا كرم. كان معكم علون عباد زيد من خروج
الأسير علاء صالح من سجون الاحتلال الإسرائيلي. تابعونا على القناة على اليوتيوب، وألف الحمد لله على سلامتك علاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.